بالنسبه لهاد الفكره اللي درت هو انه لقيت انه العالم يعني كنا كنعيشوا في واحد الازمه هذه. كنا جالسين في الدار ما عندنا فين غادي نمشيو يعني ما عندنا فين نخرجوا. حاولت انايا نستغل هذا الوقت هذا اللي تقريبا ما غاديش يتعوض ليا من بعد. يعني كانت هذه الفكره عندي من شحال هذه انني يعني نصبغ الحائط ديالنا ونرسم فيه، ولكن ما كانتش كتجيني الفرصه حيت كنت خايف من ضيق الوقت انه ما يعني ما يطلعوش الجداريات بداك الدقه وبداك التركيز اللي بغيت. يعني جا الحجر الصحي استغليت هذه الفرصه هذه والحمد لله تعلمت بزاف ديال التقنيات ديال الرسم اللي ما عمرني ما جربتهم من قبل، يعني جربتهم في السطح ديالنا والحمد لله خرجت بواحد الايجابيه ولهيت الوقت ديالي واستفدت واحد الحاجه جديده. دونك بالنسبه للالوان اللي اختاريت واللوحات انا كيعجبني السفر وكيعجبني يعني الترحال. حاولت انني نقرب الطبيعه ليا نكون عايش وسط الطبيعه، وحتى الالوان اللي اختاريت مثلا بحال الغروب حتى واحد الالوان اللي فيه يعني كينبعوا للحياه كيعطوا واحد الروح جديده للانسان. واختاريت الالوان الصفر والازرق هاد جوج الالوان اللي كيتناسقوا اللي كيعجبوني بزاف يعني من الالوان المفضله ديالي. الصحراء حتى هي من البلايص اللي كنعشقهم بزاف، يعني انا الطبيعه حاولت انني نعيش في الطبيعه وسط المنزل ديالنا بلا ما نصافي. دونك بالنسبه لهاد الفكره ديالي انا كان يعني ملي خرجت بهاد النتائج هذا وليت كنفكر انه علاش لا من هنا لقدام نقدر ندير مثلا المعرض في المنزل ديالنا ويكون يعني معرض مفتوح في وسط المنزل ديالي وعلاش لا يتجمعوا فيه فنانة يعني وتكون شي حاجة مزيانة بالنسبة لي. الرسالة ديالي للشباب يعني هاد الفرصة هذه كنظن أنها راه ما غاديش تعوض. كما قلت أنا كنت باغي ندير هاد الفكرة هذه ولكن قبل من الحجر الصحي بالضبط، ولكن ما كانش عندي واحد الوقت كنت نقدر نبدا وما غاديش يكون واحد التدقيق. يعني هذه الفرصه هذه ما غاديش تعوض، تقدر انك تثقل فيها بزاف ديال المواهب ديالك اللي تقدر انت ما عارفهمش كاع واش كاينين فيك يقدروا يخرجوا في هذا الحجر هذا. انا درت هذه الجداريات ومازال كنستغل الوقت ديالي كنحاول نقاد شحال من حوايج واحد اخرين. دونك كنقول للشباب راه هذا الوقت هذا ما غاديش تعوض، عندك الوقت يعني الكافي اللي تقدر دير فيه اي حاجه كتبغيها.